هاي، انا ماركي. في انا ديميانا، صباح الخير ومرحبا بكم في نشرة الاخبار يوم الثلاث نوفمبر 6. اجتماع جيرمان كلوب يوم الثلاث فبراير 6 في فصل E5 مع مس هاسلز من 3:40 ل 4:20، ومش لازم تكونوا في جيرمان عشان تروحوا. الأسبوع ده في سي ان اي في سر يوم الاثنين انجليزي، ويوم الثلاث حساب، ويوم الاربعاء قراية، ويوم الجمعة علوم. The ACT Bootcamp هيبقى مارس 2 يوم سبت من الساعة 4 ل 8، وكمان هيكون في لانش هناك. The ACT Study Workshop هيبقى من الساعة 3:30 للساعة 6:30 في يوم الاثنين مارس 4، ويوم الاربعاء مارس 6، ويوم الخميس مارس 7، ويوم الجمعة مارس 8، ويوم الاثنين مارس 11. أنا مارفي، أنا ديميانا، يلا يلا بلايز.